فاز منتخب المغرب صاحب الضيافة على مالي 4-3 بركلات الترجيح لتواجه مصر في نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عاما اليوم الأربعاء، وتأهل المنتخبان العربيان إلى أولمبياد باريس 2024. أيام قليلة تفصل الجماهير العربية عن انطلاق بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي ستقام للمرة الأولى بنظام التجمع في مدينتي الطائف وأبها، على أن يصدر الستر سريعا على البطولة التي ستنطلق يوم 27 يوليو الحالي، وتقام المباراة النهائية للبطولة في 12 من أغسطس المقبل. حسمت بنما صدارة المجموعة الثالثة من النسخة 17 لكأس الكونكاكاف الذهبية لتواجه بذلك ضيفة البطولة قطر في الدور ربع النهائي الذي بلغه الثلاثاء كل من كندا المضيفة مشاركة مع الولايات المتحدة وغواتيمالا وكوستاريكا بعد جولة ثالثة أخيرة مليئة بالأهداف. أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تعيين فرناندو دينيز مديرا فنيا مؤقتا للمنتخب البرازيلي بعقد لمدة عام، لحين انتقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد إلى تدريب المنتخب البرازيلي في منتصف العام المقبل.